اي بي جيمنج وفيديو جديد. وازيكم يا ابطال؟ عاملين ايه؟ وحشني جدا جدا جدا. وقبل ما نبدا فيديو النهارده، ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ولحد النهارده يا ابطال، لسه الابطال بيبعتوا لي تحياتهم على الانستجرام، مش على انستجرام وبس، على الفيسبوك وتعليقات اليوتيوب وكمان الديسكورد. بس الصراحة فيديو النهاردة غير اي فيديو، لان ظهر طرف رابع. هتيجي تقول لي ايه ده بقى؟ هو في ايه؟ هو يعني احنا دخلنا في السنة الجديدة وكمان كل شوية او كل يوم يظهر لنا يعني هاكر جديد؟ تقريبا كده الهاكر قاعد بيعمل حسابات ليه تانية عشان يلفت الانظار اكتر. كل شويه كمان الهاكر بيعمل حسابات جديده وبيزود الفولو عنده، وكمان تقريبا معرفش الفريندز اصلا اخره 200، بس بلاحظ دايما ان الفولو عنده بيبقى كتير جدا، وده من الواضح ان هم اكيد بيستخدموا برامج فيك لتزويد الفولورز. هنيجي محمد النهارده بيقول لنا على الانستجرام: هاك هي مو كدب، وبعت لي ماب اسمها بوبي فايل، وهنا بعت لي الايميل بتاع الهاك. انا اول ما بصيت على الايميل بتاع الهاك قلت ايه ده؟ ايه السكن ده؟ اول مره اشوف الايميل ده من اول ما بدانا السلسله. فعلا الايميل ده جديد واول مره اشوفه، وبيقول لي ان دول 3 اشخاص. يعني فاكرين لما انا عملته كان يعتبر كده ديس دولي، واللي هو الايميل حسابها التاني، وكان في وفي حساب تاني اسمه معرفش اللي هو كان اسمه فرانك حاجه زي كده، واحد قال هو ده التالت. فانا بقى بقول لكم اللي ده رابع، فانا دخلت على طول على حسابه وقلت لازم نستكشف مع بعضينا، ولقيته عامل الماب دي تقريبا هو اللي صانعها وفيها دلوقتي و5500 زياره. تمام، هل هو فاتح؟ تعالوا حالا نبعته بصداقه. طبعا ده الايميل بتاعي اللي بعمل بيه التحقيقات اللي هو نوبي جيم. تعالوا كده يا ابطال نشوف الاول الناس اللي بعتوا لي طلب صداقه، ممكن يكون من ضمنهم حد اسمه ديس دولي مثلا، ولا يكون الايميل الاصلي، عايزين برضك نتاكد. فعشان في يعني 92 طلب صداقه برضك انا شايفهم كتير. ماشي ماشي، يعتبر دول الابطال، يعني يعتبر دول كده دول الابطال. ننزل شويه ننزل شويه، مع ان ده ايميل تحيات انا مش هلعب بيه يعني يا ابطال، بس انا قلت اتاكد. تعالوا نشوف. ماشي امان كده. طبعا يا ابطال الايميل فتح من 10 ساعات، والايميل معمول 21/7/2014، ايميل قديم جدا، وزي ما انتم شايفين عنده 200 فريندز. وايه ده؟ كل دي مابات فيفوريت وكلهم لونهم احمر. هي المابات دي؟ بس احنا هنكبر دماغنا من الماب دي وهنروح على الماب اللي هو تقريبا صانعه ونفس السكن بتاعه محطوط عليه. هندوس دلوقتي بلاي ابطال ونبدا وندخل الجيم ونشوف في ايه. بس مش عارف ليه يعني الطريقه دي، انا هلعب بالماب بالطريقه دي ليه؟ الطريقه فعلا مرعبه. مين الصوت؟ انا مشغل دلوقتي الصوت ليكم. المشكله ان انا لوحدي في الماب، فانا ما اعرفش هو في ايه. يعني ايه ده؟ خايف بصراحه يطلع لي حاجه في وشي. رب، هو طب انا ليه لوحدي؟ يعني انا لوحدي بس كده؟ وفعلا محمد اللي بعت لي الماب دي ابطال كان واخد لي سكرين شوت لصور ابيض واسود، وانا ما كنتش عارف يعني اللي هي فعلا ابيض واسود، بس انا مش عارف دلوقتي ادوس على ايه. الماب كلها كده، اكيد المفروض يدخل معايا حد. دي ايه ده؟ قطه. هلا والله يا قطه، مش لاقي غيرك. هي في القطه بتخوف ليه؟ القطه هتطلع عليا شويه. لحد دلوقتي يا ابطال بحاول افتح. ايه؟ اطلع بسرعه اطلع بسرعه. تعالوا كده يا ابطال ندخل الباب. الماب غريبه يا ابطال، انا فعلا مش فاهم اي حاجه. ده يعني احنا طلعنا. ايه ده؟ سامعين يا ابطال الموسيقى؟ موسيقى هادية. انا دلوقتي شغال. المشكلة مش في كده، المشكلة يعني ان هي دي الماب. يعني انا افتكرت ان هي هتكون موجودة، وحتى الطريقة بتاعت اللعبة الجيم بلاي بتاعها غريب. والله بصراحة شاكك في الماب دي، انا عمري ما لعبت ماب يعني زي كده في لعبة روبلوكس نهائي. المفروض انا دخلت كل البيوت، مش لاقي اي حد خالص. ايه؟ في حد جه؟ مش فاهم بصراحة لحد دلوقتي فكرة الماب ايه.
يعني اكيد فيها سر ولا فيها حاجة. انا كده قفلت الموسيقى وكده بفتحها. ماشي، وانا كده نزلت، اكيد فيها حاجة. انا اكيد ما ينفعش تبقى الماب كده، في هنا اكيد حاجة هفتحها. ما فيش اي حد فاهم اي حاجة، والماب بيعتبر ابيض واسود وكل واحد خايف من التاني. هل في مكان ما رحناهوش؟ طيب، وهنا تقريبا في حد هنا ميت مكتوب غيب. ممكن تكون اللي بالي مامت ديز دولي. بصراحة انا شاكك في كده يا ابطال، الموضوع غريب. لان انا بصراحة انا اول مرة ادخل الماب دي، زي ما انتوا شايفين انا معايا كمان ناس معرفهمش، وفعلا يعني تقريبا هما كلهم خايفين يطلعوا الباب، بس انا دخلت واستكشفت يعتبر كل حاجة جوه. مش عارف هو يعني ايه الممتع في الماب دي. لحد دلوقتي انا مش فاهم اي حاجة في الماب، مش فاهم اي حاجة ابطال في الماب، الا اللي هو ده ممكن فعلا نطلع منه، نستنتج منه حاجة، اللي هو القبر اللي قدامنا ده اللي مكتوب ممكن عليه. تقصد اللي هي مامة ديز دولي؟ مش عارف يا ابطال، زي ما انتوا شفتوا يا ابطال ايه اللي حصل في الماب. بصراحة الماب يعني غريبة شوية، وانا افتكرت ان الشخصية دي هلاقيها جوه وهيحصل مواضيع، لان الماب ابيض واسود ومش متعود انا الصراحة على الموضوع ده. لكن تقريبا انا طلعت بالفيديو ده بسر من الاسرار، ان ممكن يكون فعلا القبر اللي موجود ده هو قبر ام ديز دولي. هل ممكن يكون كلامي ده صحيح؟ بصراحة مش عارف. مستني كل تحياتكم يا ابطال لحد يوم 14/1، عشان لسه في كلام كتير ولسه في ابطال كتير ما بعتوش تحياتهم. وبتأسف لكم جدا لو انا ما قدرتش ارد على كل الرسائل، لان ما شاء الله رسائلكم كتيرة جدا جدا جدا. بس كده يا ابطال، فيديو النهاردة خلص. اتمنى يكون عجبكم فيديو النهاردة. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة، واهم حاجة تفعلوا زر الجرس عشان يظهر لكم كل فيديوهات الجيمنج الجديدة. وبس كده، ايه بي جيمنج، ابطال الجيمنج، وسلام. الفيديو خلص، حط لايك، اعمل اشتراك. ايوه جدع، الفيديو خلص، حط لايك، اعمل اشتراك. ما تنساش بقى تفعل الجرس بقى وانت ماشي. ايوه بقى، اوه اديله اوه.